جاهز؟ جاهز اولاد وينكم؟ ايان يزن تعال يلا تعال تعال ارسلهم تعال ارسلهم كم يد اوكي جاهزين نروح مغامرة؟ ايه اوكي بالعطسة ولا بالجامبينج؟ جامبينج اوكي يلا تعال هنا انا تعال شا يلا 1 2 3 حبايب الجو خيال دمار لله طبعا صدق يعني كلش حلو كنا خايفين لا يكون النشمس انا يومين حارة موت وهسه مثل ما قاعد تشوفون شمس ماكو انا هاي لابسها مغيم, مغيم هاي شوفوا مغيمة بس حلو كلش حلو الجو يلا هسه راح نروح على السيدر بوينت يلا تعالوا معانا خليكم ويانا طبعا التكتات انا اللي من هذيك المره اذا شفتوا الفيديو القديم اللي هو لما رحنا على سيدر بوينت الووتر بارك نفس التكتات هذا اليوم الثاني او الدخله الثانيه هاي راح ندخل احنا اول شيء سوينا سكان حق التكت طبعا التكت موجود عندي بالتليفون هاي طبعا دخلنا الجو كلش حلو طبعا ايان واذا قاعد يعزمون يا لعبه يردون يلعبونها شنو اخترتوا شنو هي؟ هاي البلو طبعا احنا قبل انا اجي كان نشوف قاعدة اطلع لهم على اليوتيوب فطلعت ان امس او قبل اسبوع ان صايرة حادث بهاي وحدة داخل بيها حديدة من فوق لما هي صاعدة فوق ومن جرحة وجاي الاسعاف Thank you. واو عالم المرح والسعادة اجينا على سيدر بوينت اوه شكلها يونس ذكرتك بشنو؟ لما رحنا وين؟ يا صح لما رحنا ديزني لاند بباريس كلش حلوة هنا هاي البداية مالتها خلوني أخذ لهم صور هنا هاي أول لعبة إجت لنا فقلنا خلي يلعبون منه إيلان وأرسلان يحبونها ذكرتيني بأيام طفول يلا لعد انت اول واحد روح العب لا لا بعد ما يصير قلت يلا بابا عشان تتذكر ايام الطفوله يلا يلا سوعد انا قلت له جيب ايلان ويجي عشان كلياتنا نركب هاي اللعبه خبل هاي لعبه الطفوله يا زين تذكر احنا لما كنا اطفال كانت بس هاي عندنا يحطونا ونلف ناكل لزقتنا لزقتنا لزقة خذ الولد لا تقط تليفونه تعالوا شنو اللي صار؟ اي لا تقط تليفونه لزقتنا لا تمسكوا تليفون لا تمسكوا الكاميرا لا تصورون لا تنتقلوا من الحصان لحصان روحي ما حد بيها فاضية جينا يوم الاربعاء ايه مو ويكند هذا الحلو حتى واحد ماكو ازدحام وبالالعاب الاولاد يلعبون براحتهم واكو ناس بس يعني مو كلش يلا خلينا ننتقل الى المنطقه الاخرى هسه رايحين لعبه السفينه الاولاد حابين يركبونها طبعا هاي اللعبه حالاتها تركبون بالاطراف يا يمين او يسار وهنا عندنا وعد والاولاد قادمون يس ايان هاي اختيار ايان اختار لنا اياها ويا زين يلا لا تزعل هلا زوز سلام عليك قاعد يفتر احنا على هاي اللعبه ما تسفينه وما دخله وهي رجعت عود تجيبه انه بقت هنا انا ما قبل الا تبقين وياي وين عيان هناك ذاك يا زاني وعيان هوايه تصير بيك عشان تلعب هاي الالعاب طبعا شوف البق وين مقرصه النوب حتى بوجه شوف كم بقي 4 ما ادري 5 1 2 3 4 5 6 برقبته 6 7
خطية أرسلان التقاهم. شوف 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 ها يا حقكم أدري لعبتوا مرتين من ورانا ها. يلا ليتس جو ليتس جو. هاي اللعبة اتخبل. هاي شنو نمثل التلفريك فراح نركبها هسه. خلينا نشوف ان شاء الله أرسلان يوافقون انه يصعدوا ويانا حرامات لان اذا ما يروح. يلا ليتس جو. يلا هنا مثل ستوري يبيعون بيب. هاي شوفوا ايش قد حلوه. او ماي جاد. سو هسه قاعد نصعد حق هذه التلفريك. طبعا هاي اللعبه اجينا كلياتنا وان شاء الله يخلون ايلاني هالمره يدخل ويانا. باي. لا كم هير هير ها. خلونا بس احنا. وير هير. تعال. واو شوفوا تحت. شوفوا الفيو يخبل صراحة. بديت اخاف انا. I get scared. بابا اوكي. هاي اللعبة على الوزن. يقيسون الوزن. اذا وزنك اوكي تركب. انزين فالاولاد خايفين يركبونها. هاي شوفوا قد كبيرة. خلاص خلينا نروح مكان ثاني. شوفوا هنا هاي الالعاب مال الاطفال الصغار. هنا حق شلون أرسلان وإيلاني قاعدون يلعبون. اجوا اختاروا اللون الأحمر. طبعا اللون الأحمر اللون المفضل حق يزن وأرسلان. وبلشوا احنا الحمراء والخضراء. وين الخضراء؟ وين أياني؟ وين أيان؟ يا هي نسيت أيان. أيان أيان ما حد بعطيني طاف وأنا أصور الملعب. طبعا قد مقهورة على وجه أرسلان. شوفوا خطية راع على هاي اللعبة. قالوا بس ايان ويزن هو ما يقدر على مود صغير. هنا راسه لازم يجي. هنا لازم يجي. اي على حد هاي. تعالوا وقف. فشوف وجه خطيه ايش قد زعلان والله. انا قارت عليه. يعني بعد لا اربع قطة صابة. اي. سي يو نيد تو ايت مور. سي اوكي؟ يو درينك مور ميلك عشان يو جو اب لايك ذات. شوفوا ايلان ايلان خليني اوريكم ايلان. هاي ايلان. سويت. يا حركتك يا ايان. بصوا لي هنا يا ماما. الكاميرا هنا يا اخويا. هاي هاي. خلوا ارسلان يركب هاي اللعبه واختار السياره الحمراء. ارسلان يو ريدي تو جو. عشقي انا. خلينا نقرب عشان تشوفونها. سيارات التصادم لازم اركبها. هاي ما يصير لازم. يا يلا هسه نصعدها. وات يو سيد ارسلان؟ ريد وان. سياره الحمراء. هنا أرسلان زعلان لأن ما ركبنا لا أنا ولا يا هاي لعبة التصادم. فجبته هنا شوية سكتة. خطية كان يريد يلعب بالحمراء. هنا أيان. أصلا ناطرة دوري مرة ثانية راح أرجع ألعب وياهم لأني أريد ألعب هاي اللعبة الصراحة. فاينلي أنا دخلت وراح أجرب هاي بعد مو ما صايرة. ما أعرف ليش ركبت راح أركب هاي. هسه صار وانا جاهزه لهذه اللعبه. لعبه اللي اموت عليها واحب دائما العبها اللي هي لعبه سيارات الاطفال. يلا ليتس جو. هسه راح نركب. شنو شنو راح نركب؟ بالدولا. بالدولا. اوكي خلونا نصعد كلياتنا الحمد لله. هسه راح نقعد. اقعدوا يلا بسرعه. يلا يا شطار. هذا شوف اسمه. هسه قالوا لي الكاميرا ممنوعه فصراحه اسكرها واخليها بالجنطه. شنو الكاميرا ممنوعه؟ اوه وي جو اب. يلا فوق ما حد يشوفنا ماسكين الكاميرا. نريد نصور المتابعين. هاي شنو؟ اوه شوف الجو. شوف البحر. يا الله ايش قد حلو. يعني اذا خلصوا عندكم وقت تعالوا هنا على هذا البحر. يا واو شوفوا شوفوا المدينه من فوق. قد حلو. واو ناس معلقين فوق. زين يزن شو يقول لي ماما قاعده باوع الترولي مالتنا خاف احد يبوقه. قلت له افرض هسه واحد. لا قلت له افرض هسه واحد قاعد يبوقه احنا شو نسوي معلقين فوق. لا حول ولا قوه. شوف شوف هاي شلون تخوف اللعبه. يصعدون هيك وتنزل. ايان يزن جربونها. ماما يكون
وركبوا أيان ويزن. هاي اللعبة هناك هم لا ونا وعد ركب ويا منو يا رسلا شوفوا. واخيرا لقينا لعبة تصادم حق قياس أرسلان عشان يلعبها من خاطره خطير لأنه هو كان يريدها. هسه اللي صار إنه أرسلان ركبنا بهاي اللعبة على مود وعد وأيان ويزن يروحون يسعدون بذيك اللعبة اللي فوق. شفتوها واو. خلاص راح يلعب هاي اللعبة. طبعا هو رايح هنا ما صورت لكم مشان واقف عارف إنه حاس إنه حيقولوا له لا بس قالوا له إيه أوكي فصعد. وبعدهم هناك ما صورتهم لكم. كان نفسي اروح هناك بس هو قال لي يريد هاي اللعبه اللي يلعبها فقلت خطيه خليني العبها. شو رجعت وين ايان ويزن؟ خلاص اول شيء كانوا خايفين بس ايه؟ بعدين كان يقولوا لي لا نروح بحدنا كلش حلوه يا ايه؟ يعني تنصحني اصعد بيها لو لا؟ ايه؟ تدوخ لو لا؟ شويه لا عاد ما اريد اشوف لعبه ثانيه. طبعا حبايبي ما ادري مبين انا ولا لا بس اقول لكم شغله مهمه. اذا اخذتوا التيكت الكومبو اللي هو مات اليومين يجي مع شراب ببلاش. خليني اوريكم اياه اول ما تجون او لما تردون تشربون من هذا كوكا كولا فريش ستارت. خليني اوريكم اياه هنا. تورونهم التيكتات مالتكم ويعطونكم مشروبات اللي هي كوكا كولا فانتا من هاي الشغلات عرفتوا. كل 15 دقيقه تقدرون تجيبون لكم شراب. هاي جابوا الاولاد وعد بعده قاعد ياخذ يعطون هاي شوفوا مثل هاي سواره بالايد فخلاص ما يحتاج تورونهم التكت على طول تورونهم السواره وتشربون. وبدت هاي اللعبه طبعا لو تشوفون هلا ساعه على ما قنعنا ارسلان انه يقعد برقم 11 هم قالوا لازم. اجينا هنا على هاي الباور تاور كلش عاليه هاي هنا خليني اوريكم اياها شلون على اساس ايان ويزن راح يصعدونها. شوفوا هي عاليه صعدهم فوق وبعدين تنزلهم قوي تحت. عندنا هنا بلش ارسلان يظل يبكي ويلج انا اريد ينام والاولاد بعدهم يلعبون فهو عاد راح يروح للسياره هو وايلان وارسلان وانا ابقى ويا الاولاد الكبار. والله ايان ويزن ركبوها وراح يصعدون. انا خايفه ما ادري هم شلون. شوفوا شلون عاليه. Ready guys? متحمسين؟ واو واو انا قلبي عورني. So هاي اللعبة شوفوا مسكرينها اللي هي دراغستر هي هاي اللي مسكرينها اللي صار بها الحادثة البنية لما صعدوا فوق ودخلت الحديدة فيها من فوق فمسكرينها اللعبة هاي. بلشوا ايان ويزن يلعبون هاي اللعبه وبعد ذلك راح نروح يجربون هاي اللعبه. هذا ايجل انا على بالي ذان مالت فيل. قالوا الاولاد راح نركب تركبوني ويانا قلت لهم اوكي سو راح اركب مع منو؟ من يريد يركب وياي؟ اوه هسه ما حد يريد يلعب ويانا. اوكي ثانك يو اياني. هسه راح نلعب هاي اللعبه كلش يعني مثل تصعد هناك تروح ترجع اوكي فما راح اقدر اصور لكم احنا هناك راح اقول لكم شنو ردت راح اقول لكم شنو ردت فعلي بعد ما اصعدها. اصلا حد عيد ميلادك قاعد يقول لها لان انا صراحه مصدعه اول ارد قالوا لي جربي هاي اولى ذيك مالت الصقر ما جربتها بس هاي راح نجربها ونطلع لان كلش راسي صدع. اذا تردون تجون جيبوا لكم حبوب مال راس اهم شيء انتبهوا. طبعا توني نزلت من اللعبه انصحكم بيها صراحه تخبل يمكن هاي ثاني لعبه انا العبها. الواحد محتاج بين فتره والثانيه يجرب شيء غريب شيء يخوف يعني شيء. وصلت مرحله الشعور بالخوف ان هي صعدت فوق وان كذا راح اطيح وانا يعني بالهواء فهذا الشعور هيك كلش حلو يعني صراحه انصحكم تجربون شيء شوي غريب يكسر الروتين اليومي اللي عندكم. طبعا شمس بعيني ما ادري اذا قاعد تشوفوني ولا لا. المهم راح نطلع حتى صارت الساعه 6:47 وعد دق علي قال لي يلا الايان شنو ايان ايلان وارسلان خبلوه بالسياره فاحنا هسه طايرين رايحين على السياره. اوكي الاولاد جوعانين مع الاسف وعد من راح اخذ الغراض كلها والكريدت كارت مالتي كلها موجوده معاه بس لقيت انه بالجنطه مالتي بس اكو 17 دولار والحمد لله كفتنا ان نشتري 2 فرنش فرايز على 17 دولار حق ايان ويزن. شلون هالبطاطا؟ يامي يامي؟ انا كنت والله
هسه احنا طالعين راح ندور الباب وينه. طبعا هنا اكو قطار بعد ما لحقنا نجربه، وبعد اكو العاب كثيره ما جربناها لانها كلش كبيره. شوفوا شنو لقينا بطريقنا، يا الله هسه احنا وقت ما طالعين قاعد نشوف شغلات حلوه والعاب حلوه صراحه. يعني اذا تردون يعني احس ان السيدر بوينت مالت الالعاب يراد لها يومين ما ادري، او اذا تكون ما عندكم اطفال تجون من وقت مو ويك اند يعني الايام العاديه عشان يلا يلا تحبون تلعبون كل الالعاب الموجوده. المكان هنا روعه، وشوف شنو علينا جندول الماي، انا احب اموت فيه. خلينا نوريكم شوي شنو قاعد نشوف. طبعا احنا شكلنا ضعنا انا والاولاد نريد نطلعه ندورها ماكو، وجينا على نيكست ما ادري شنو، ما ادري وين اجينا اصلا. واو شو شنو لقينا، مزرعه حيوانات. ياي اشم الريحه، انا اقول شنو هاي حلو. يلا شفناهم الحمد لله عشان نصور لكم. يلا ليتس جو. هسه بابا يقول وينكم وينكم، هسه راح بابا يقول. اوكي حبايبي اللي صار، شفتوا هذا الكيبل للنهايه هناك هذا المخرج، فقلنا خلينا نركب الكيبل احسن لان هذا مستحيل نقدر نمشي ونوصل اسرع. ساي فكره يزوني قال لي ان نقعد هنا لان شوفوا شلون بعيد، شوفوا كلش بعيد، قال لي شوي احنا ريلاكسينج ونوصل. يلا وهم اخذنا ون رايد. يعني الصراحة راح اقول شكرا يزوني لان قعدنا هنا وراح نروح للمخرج. شوفوا من الساعة هسه قلت لكم كم الساعة احنا طالعين، هسه تقريبا صارت 7:30 واحنا بعدنا ما وصلنا المخرج. اوكي والساعة 8 تسكر الحديقة. وهاي طلعنا واخيرا لقينا البوابة وراح نشوف وين وعد والاولاد. يعني هاي وينكم انتم؟ تأخرتوا. يعني من قلت لك واحنا نتمشى ندور على الاكزت. شو القضية يبين انت والله رجلي دفتر راسك ما ادري مو اكو، تعرف وين اكو؟ شفت هاي الالعاب كلها اكو وراها العاب وعالم اخر. عدني عالم اخر، رحتوا على اخر شيء هسه. اي ما شفت اعرف طريقي، يعني واحد من يمشي غير يعرف طريقه وين يرجع. لا احنا رحنا كله سيدا قبل كل ادري كله قبل ادري اعرف جيت من هنا ارجع من هنا تيهت. هاي شفتي شو سوين من دوني؟ اكيد اكيد. وانا قلت لك هو يمكن شغلت ربع ساعة بقيتوا ساعة تفترون بنفس المكان. اي نفس المكان صحيح، ظلينا افترينا ما سألنا واحد، فقلنا الكيبل منك واحنا كنا قاعد ندور على الكيبل. اوكي حبايبنا وصلنا احنا وياكم لنهاية هذا الفلوج، خلي ختمة وعد احسن. ولا تنسون متابعتنا تيك توك على التيك توك على تيك توك. لا تنسون متابعتنا على التيك توك وعلى الانستغرام، وشير هذا الفيديو مع اصحابكم حبايبكم، وان شاء الله تكون استمتعتوا معنا بهذا الفيديو. يلا حبايبي نشوفكم على خير، باي باي. وانا ما قلت لهم باي باي. يلا قلنا باي باي. باي باي، احبكم.